صباح الخير جميعا، الله يعطيكم العافية. معنا على اللايف طالبين بس اليوم، لغاية الآن يعني ممكن هلا يشبك ناس، بس راح نبلش إن شاء الله المحاضرة بوقتها، واللي بحب يعمل جوين لقدام شوي أهلا وسهلا. طيب، في بس بالبداية في طالب يمكن من طلاب الدكتور فهد امبارح حاول يتواصل معي خلال اوفيس اورز، بس ما شفتش التشات تبعه، وكان سؤاله صراحة انه كيف راح تصير عملية التقييم بمادة اللوجيك، وصراحة لغاية الآن ما بقدرش أعطيه جواب، لأنه بيعتمد أصلا على طريقة الجامعة أول شيء في التعامل مع الوضع الحالي، هل راح يصير فيه تمديد أو يعني هذا الإشي بيعتمد، وهل راح يطلب منا أن يكون في تقييم من خلال التعليم عن بعد وهي الشغلات. فصراحة ما عنديش جواب مبدئيا، أبين ما يصير قرار من قبل الجامعة وبعدين نتواصل مع الدكاترة اللي بيدرسوا المادة ويصير اتفاق على طريقة التقييم يعني. بس زي ما حكيت مسبقا، مبدئيا الطلاب حسب المقدرة وحسب قدرتك وحسب يعني الدعم الفني الموجود عندك في البيت، حسب لابتوباتك والكونكشن تبع الإنترنت اللي عندك، قد ما تقدر تحضر المحاضرات وتتابعهم وتحل اكزامبلز لهي المادة من خلال الأسئلة اللي موجودة على البيازا ومن خلال الأسئلة اللي موجودة في التكست بوك في نهاية كل تشابتر. أي شيء متعلق بالماتيريال اللي بنشرحها، قد ما بتقدر تحل examples حسب الأمور، وقتك وأمورك بيكون أفضل. فإذا في حدا عنده أي سؤال يعني بصراحة قبل ما أبلش الشرح، برضو أنا يعني مستعد إن شاء الله أحاول أجاوبك إذا بقدر أعطيك جواب يعني. طيب اوكي، احنا صراحة بلشنا بموضوع الديكودر اكسبانشن، واعطينا من اكزامبل على ال 6 تو 64 لاين ديكودر كيف بنعمل له اكسبانشن، وفي ون مور اكزامبل هذا اللي هون اللي هو ال 7 تو 128 لاين ديكودر. ف كريفيو للمحاضرة الماضية راح اعمل شغلتين، راح أعمل الطريقتين، الطريقة اللي حكينا عنها اللي هي الـ traditional approach وبرضه الـ decoder expansion approach للـ 7 to 128 line decoder. فبالبداية يعني الـ 7 to 128 line decoder إذا بدي أرسمه كـ one block، راح يكون عندي هون 7 inputs from A0 to A6، وطبعاً 128 outputs from D0 to D127. هذا this is 7 to 128 line decoder. وإحنا قلنا عارفين إيش خاصية الديكودر، أنه حسب الانبوت تبعي، حسب الانبوت اللي موجود هون، واحدة من الاوتبوت بس بتكون كل مرة واحد والباقيين كلياتهم بيكونوا زيرو. وإذا بتذكروا إحنا أصلا حكينا أنه الإكويشن لهدول الإكويشن لهدول الأوتبوتس هم نفسهم الإكويشنز تبعون المين تيرمز. فمثلا دي زيرو الإكويشن تبعته هي نفس الإكويشن تبعت من تيرم زيرو لهدول السبن إنبوتس، يعني هو لازم يكون A6 بار A5 بار، كل الإنبوت السبعة. طبعا للأسف كالعادة السبيس مرات من A6 ل A0 الكل بار، هذا تعريف من ترم 0 كل الانبوت صفر. من ترم 127 راح يكونوا كلياتهم هون كايكويشن كلياتهم 1. فاحنا حكينا عن يعني انت كديزاين من هون من المعادله، انت لو بدك تصمم هذا كديزاين الديكودر هذا كديزاين يعني بصراحه بأكثر طريقة ستريت فورورد أو مرات بنسميها التراديشنال أبروتش، هو أنك تجيب أند جيتس عددهم 127، لكل واحدة راح تكون لها 1 من الأوتبوتس from D0 to D127. العدد الإنبوتس راح يكون 7 إنبوتس اللي هو
من A0 ل A6 لازم لكل واحد منهم. وبضل عندي هون أنه طبعاً عشان كل input من هدول ممكن يكون إما true يعني A6 أو ممكن يكون complemented A6 bar، بحتاج ل 7 1 to 2 decoders اللي هم زي هيك شكلهم، 7 من هدول ال 1 to 2 decoder. لكل واحد من الانبوت بدي اياه يكون اما ترو او كومبلمنت، هذا مكرر لكل الانبوتس. This is A6 بهذه الحالة. وهلا بضل عليك صراحة توصل تعمل توصيلات، يعني مثلا D0 عشان الإكويشن تبعته كلياتهم complemented، بدي أخذ من الانفيرتر لكل input زي هيك، طبعا بكمل الباقي لغاية A6 آخر شيء. D127 بيكون العكس، يعني ببلش ب A0 بدون complement وبعدين A1 برضو بدون complement لغاية A6 بدون complement كلياتهم، وهيك بتكون طلعت الإكويشن وصممت ال 7 to 128 line decoder بال straightforward أو بال traditional approach بدون أي تفكير. بدكش غير بس inverters و AND gates، بس كل AND gate عدد الانبوت تبعها لازم يكون نفس عدد الانبوت تبع الديكودر اللي هو 7 inputs. وطبعا برضو هذا بيحدد قديش عدد ال 1 to 2 ال 1 to 2 line decoders اللي هم أو الانفيرترز يعني اللي أنا محتاجهم. هلا إذا بتذكروا برضو إحنا هاي حسبنا لها الكوست عشان هلا نقارنها مع لما نقارنها مع طريقة الديكودر إكسبانشن، هاي حسبنا لها الكوست قديش هاي الكوست لإلها الجي إن كوست لهذه الأبروتش الجي إن. قلنا احسب عدد الوايرز، عندك 128 جيتس كل واحدة إلها 7 inputs، يعني في 7 وايرز داخلين هون، يعني هاي multiplied by 7 زائد إيش نحسب غير بالإضافة لهدول الوايرز الأسلاك، بس ضل علي أحسب هذا الواير اللي هو من الانبوت للإنفيرتر اللي هو بيكون نفس عدد الإنفيرتر، فأنا عندي 7 inverters لازم أجمع 7 اللي هو عم بحكي عن هذا الواير 1 2 3 4 5 6 والسابع اللي هون، هدول هم 127 7 وير سوري زائد 128 multiplied by 7. هذا المجموع ككوست زي ما تعالى بيطلع 903 بالديزاين. تمام، في حدا عنده اي سؤال على تصميم الديكودر؟ ايش الفانكشناليتي تبع الديكودر؟ كيف انه دائما انا بضمن انه بس واحد من هدول الاوتبوت يكون واحد، او كيف حسبنا الكوست لهذه الستريت فورورد ابروتش؟ في اي سؤال؟ اللي بحب يسال بيقدر يشغل الميكروفون ويسال مباشره. طيب اوكي، بس عشان برضو يعني للتأكيد احنا عم نحكي انه لو كان عندي truth table كنت حاطط الانبوت تبعوني زي هيك A6 A5 A4 A3 A2 A1 لو كان عندي A0 كمان لسه، لو كان عندي هالي truth table لما يكونوا كلياتهم zeros حسب truth table D0 الانبوت الأول هو اللي راح يكون 1 والباقيين كلياتهم لغاية D127 هدول كلياتهم راح يكونوا zeros، هيك الـ truth table تبعتنا. أما لما يكون مثلا 0000001 فD1 هو اللي راح يكون 1 والباقيين كلياتهم راح يكونوا 0 and so on and so forth. طيب نيجي على نفس الديكودر بس نصممه باستخدام نفس الديكودر، بس نشوف كيف نعمل له implementation using the decoder expansion approach. تمام. طيب فبدء الديكودر اكسبانشن اذا بتتذكر المحاضره الماضيه عملنا شيء زي تري، فخلينا نعمل هاي التري مره ثانيه.
لما يكون بدك تصمم 7 to 128 line decoder, decoder expansion بتقتصر على 2 input AND gate فقط, يعني ما بدناش 7 input AND gate زي قبل شوي. فلما تكون بدك تصمم 728, أول إشي بتحتاجه هو 100 حسب الاوتبوت اللي هون 128 2 input AND gate, يعني هذا اللي تحتيه خط, معناته أنه بدي من هذا العدد 2 input. وهلأ بنرسم طبعاً الرسمة, إشي شبيه بالرسمة 2 input AND gates عددهم 128. بعدين الشغلة الثانية, هدول الـ AND gates اللي راح يتوصلوا بـ 2 decoders. كيف بعرف السايز تبع الديكودرز؟ السايز تبع الديكودرز بيعتمد على هذا الرقم اللي هو 7, هل هو even أو هو odd. هلأ بما أنه الرقم 7 is odd, السايز راح بيزبطش ينقسم بالنص, يعني بيزبط فيش شيء اسمه 3.5, 3.5 راح يكون واحد منهم 3 to 8, والثاني راح يكون اذا 3 to 8, والثاني الديكودر الثاني راح يكون 4 to 16. ضروري هون كثير تنتبه على شغله انه مجموع ال3 ال4 وال3 لازم يكون نفس السبعه هون, اي 3 و4 هي المجموع هو 7, بس هذا اللي بدك تتأكد منه. طبعا هلأ كل واحد من هدول صار عبارة عن ديكودر, بدي أصممه برضو باستخدام الديكودر إكسبانشن, فراح أحتاج, هاي راح أحط تحتيها خط, هاي وهاي برضو راح أحط تحتيها خط, يعني راح أحتاج 16 two input AND gate زي هيك, يعني بدي 16 two input AND gate و 8 two input AND gate لكل واحد منهم. وبعدين الجيتس تبعونهم راح أعملهم أوصلهم باستخدام 2 decoders. مرة تانية بتفرج على الانبوت, الانبوت بلاش استخدم خط, عشان خط يكون معناها أنه بدي AND gates, أما الدائرة معناها أنه هذا اللي بحدد قديش السايز تبع الديكودرز. بما أنه هذا برضو رقم odd مش راح يزبط عندي غير أحط 2 to 4, راح أقسم الـ 3 لـ 2 و 1 to 2 decoder. أوكي, مجموع برضو مرة تانية, المجموع 1 و2, المجموع بيساوي 3. هذا عشانه even الرقم, راح حط هون 2 to 4 بيطلعوا نفس الاثنين نفس النوع, و 2 to 4 2 المجموع 4. ال 1 to 2 decoder خلص ما فيش داعي, خلص هو 1 inverter, هذا التصميم 1 inverter, ما فيش داعي أسوي أكتر من هيك. بس ال 2 to 4 برضو بدي لإله 4 2 input AND gate, وبنقسم لاسمين كل واحد 1 to 2 عشان انه هادي even, الاثنين even, فهي 1 to 2 وهي 1 to 2 هون, وهدول كل واحد فيهم نفس الاشي, بدي 4 2 input AND gate, 4 2 input AND gate, وال 4 2 input AND gate بدي اوصلهم مع 1 to 2 1-2-2 line decoder. كيف بتعرف أنه حلك صحيح؟ هلأ هيك خلص وقفت هون لأنه كلاتهم صاروا آخر إشي 1-2 line decoder. كيف تعرف أنه حلك صح؟ عدد ال 1-2 line decoder لازم نفس يكون العدد, نفس العدد الانبوت الأصلي اللي فوق أول إشي 7. عدهم هون, أكم من 1-2 line decoder طلع عندي؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, اللي هو نفس عدد الانفيرتر في الستريت فورورد ابروتش, لانه اصلا 1 to 2 decoders هي انفيرتر. هلا بضل علي احسب عدد ال 2 input AND gate اللي موجودين, اللي هم اللي تحتيهم خط, اللي حطيت تحتيهم خط هون, اللي هم 128 زائد 16 هاي زائد 8 اللي هي هون زائد 4 معمولة 3 مرات الأربعة, يعني زائد 4 ضرب 3, لأنه الأربعة في منها 3 مرات, 4 ضرب 3, هذا مجموع ال 2 input AND gate. يعني هدول 20 و16 36 زائد 128, يعني 4 6 1, 164 two input AND gate راح أحتاج, two input AND gates. تمام, فبالتالي قديش التوتال كوست راح يطلع, قديش الجي ان, عدد التو انبوت اند جيتس اللي هو 164 ضرب 2, وهدول عدد الوايرز بيمثلوا, زائد بس الواير تبعون الانفرتر اللي هم نفس عدد الانفرترز اللي هم 7. تمام, ف 164 ضرب 2 اللي هي يعني 328 زائد 7
335. هذا الكوست لو قارنته بالكوست تبع التراديشن، هذا نفس، هذا بيسوي نفس الفانكشناليتي بس ككوست، هذا تلت الكوست الأبل، هذاك كان 903، هذا 335، تلت الكوست مش نصه، تلته يعني كان. فيعني this is much من ناحية cost efficient، هذا this is much more cost efficient، لأنه بطلع الكوست له أقل بكتير. في أي سؤال على هاي الابروش؟ طبعا رح أرجع هلأ أرسم لك إياها، بس أول شيء في سؤال على التري وكيف حسبنا عدد ال two input and gates وكيف وصل وعدد الانفيرترز وهكذا. أي سؤال؟ هلا بصراحة لو أنت حابب ترسم الرسمة، بس أنا مش راح يعني طبعا أكيد ما بقدر أرسمها بكل ديتيلز تبعونها لأنها شوي صعبة، بس أنا راح أوضح لك الفكرة منها. هلا أنا لو بدي أصمم باستخدام الديكودر إكسبانشن، كيف كانت راح تكون الرسمة تبعتي؟ أول إشي راح يكون في عندي زي ما قلنا أول إشي 128 two input and gates، أوكي 128 two input and gates. إذا حابب ترسم هون هيك كمان واحدة زي هيك، this is، وهي هون نفس الإشي، هي كمان واحدة هون. طبعا كأسماء هاي أكيد راح تكون هي D0 وهاي اللي هي D1 وD126 and D127 اللي هون. هلا هدول إيش قلنا مين اللي راح يعمل لهم درايف، مين اللي راح يوصل لهم؟ طلع بدي أرسم هيك بلوكين كبار، هاي هاي واحد، هاي كمان واحد. إذا بتتذكروا بالتري أول إشي قلنا هدول عشانها سبعة، سبعة to 128 راح أحتاج، راح أكتب هون هيو 3 to 8، بدي واحد يكون 3 to 8 وواحد بدي يكون 4 to 16، أوكي 4 to 16 line decoder، تمام. هي هون 4 to 16 line decoder. هلا ال 3 to 8 قلنا ايش بده؟ ال 3 to 8 بده 8 and gate، هي 8 two input طبعا and gate، وهذا راح يكون له 16 two input and gates. وجوا هاد كيف هذا راح، هذا كيف راح اسويه؟ هذا راح اسويه يعني منين راح اجيب الانبوت لهدول؟ قلنا ل 3 to 8 بحتاج له 2 to 4 و 1 to 2، هي 2 to 4 أو خليني أكبره شوي، وهي واحد 1 to 2. أما هدول اللي هون فهذا راح يكون الديزاين تبعه 2 2 to 4، هي واحد 2 to 4 وهي كمان واحد هون هيك 2 to 4، لأنه الأربعة is even فقسمت الأربعة على 2 2 to 4، هي هيك 2 to 4 وهي 2 to 4. ال 2 to 4 إلو 2 إلو 4 2 input and gates زي هيك 4. أما ال 1 to 2 هذا الصغير اللي هون فهو بس عبارة عن inverter، وطبعا هذا هون جوا إيش راح يوصلهم هدول؟ برضو 2 1 to 2، هاي راح أجيب 2 1 to 2 line decoder زيهم زي هيك، أوكي خلص هيك بكون خلصت الديزاين. وهي هون برضو كل واحدة منهم يعني يمكن الوساع ما يسمعني 4 2 input and gate مع 1 to 2 line decoder و 1 to 2 line decoders، وهون نفس الإشي 4 2 input and gate عشان هم دول 2 to 4 مع 1 to 2 line decoders و 1 to 2 line decoder، أوكي. هلا أنا ما راح أوصل كل التوصيلات بس بدي أورجيك الفكرة. يعني هلا لو انا جيت الانبوتس تبعوني هم الانبوتس تبعون هدول ال1 تو 2 لاين ديكودر، لو سميتهم بالترتيب اسماء الانبوتس تبعوني اللي انا متوقعهم، يعني هاد اول انبوت هون لو حطيت عنده هي A0 هذا الانبوت تبع، وهذا اللي هون this is A1 وهذا اللي هون A2
وبعدين هيك هذا اللي هون A3، بعدين هون A4، بعدين هون A5 وهون A6. هي هدول الانبوتس تبعونا، مش انا اللي الانبوت تبعوني، عشان انه 7 هو 7 to 128 من A0 ل A6. طب هلا هون ايش راح اعمل؟ هدول الاول شيء تقطع هدول الاند جيت، هدول اربعه، كل واحده منهم مثلا الاولى اول واحده على ايش راح تشبكها؟ راح تشبكها على نوت A0 ونوت A1 عشان تطلع لك المين تيرم الاول من A0 و A1 اللي هو ايش عباره عن ايش؟ عن A1 بار A0 بار. هذا المين تيرم تبع اذا تفرجت بس ك A1 و A0 هم از انبوت، فانت لازم يطلع عندك هون اربعه مين تيرم صح، اللي هم A1 بار A0 بار، بعدين مثلا هون لازم يطلع عندك A1 بار A0، بعدين A0 بار، واخر واحده A1 A0 صح. هيك لازم لهدول الاربعه. ونفس الشيء هون، نفس الشيء لهدول الاثنين A3 و A4. اول واحده راح تكون عباره عن A4 بار A3 بار وهكذا صح. وهون اول واحده مثلا راح تكون A6 بار A5 بار. في اي سؤال لغايه هون؟ طيب طلع هاي الان جيت الاولى اللي هون، بس راح اخذ مثال واحد صراحه وبعدين انت مفروض تعمل الباقي. هاي الان جيت الاولى هون خلي لها تو انبوت، واحد منهم لازم يجي من هذا الديكودر اللي هو 2 تو 4، وواحد منهم لازم يجي من هذا الديكودر اللي هو 1 تو 2. فطلع ايش راح اخذ؟ راح اخذ هذا الاول واحد مع النوت A2، هي زي هيك ماشي. متاسف عن انه الرسم شوي معجه، هذا يعني افضل شيء بقدر اسويه ذيس بوينت. فشو راح يكون هذا الاوتبوت اللي هون؟ شو اسمه هذا الاوتبوت؟ هذا الاوتبوت راح يكون اسمه او يعني الايكويشن تبعته A2 بار A1 بار A0 بار صح؟ لاني اخذت هيو ايه هي هدول زي هيك. بدك تخيل بدك تسوي نفس الشيء لهدول الثمانيه، هدول ثمانيه اند جيت اذا بتتذكر، شو لازم يطلع الاوتبوت على الثمانيه اند جيت؟ المين تيرمز تبعون A2 A1 A0، يعني اخر وحده هون لازم تكون مين تيرم سبعه اللي هي A2 A1 A0 بار. هاي كيف A0 كيف هاي بتجيبها؟ بتاخذ ال A2 بدون كومبلمنت، وبتاخذ من هون ال A1 وال A0 اللي بدون كومبلمنت زي هيك. كل مره لكل اند جيت من هدول بدك تاخذ واحد من هدول مع واحد من هدول. نفس الشيء راح تسوي هيك، لو اخذت هون اول انبوت من هاي مع اول انبوت من هاي هون، بس هذا عشان انه انتبه هذا 4 تو 16 هذا مش 3 تو 8، فهون اربعه انبوتس لازم يكونوا. ايش راح يكونوا الاربعه انبوتس؟ A6 بار A5 بار A3 بار A2 بار كايكويشن كلياتهم زيرو، واخر وحده هون لازم تكون A6 A5 A3 A2 بدون بار تمام. بدك تاخذ كل مره وحده من هون مع وحده من هون عشان تطلع الايكويشن. طيب اخر شيء هدول الجيتس شو بتتوقع كل تو انبوت من وين راح يجوا؟ انبوت راح يجي من هون وانبوت راح يجي من اللي تحت. فاول واحد باخذ اول انبوت من هون اللي هو كلياتهم كومبلمنت مع هذا الانبوت، سوري برضه مره ثانيه على الرسمه، شو راح يطلع الايكويشن تبعت D0؟ D0 راح يطلع A6 بار A5 بار هاي A4، سوري لخبطت هون، انا هون لازم هذه A4 A3 A4 بار A3 بار A2 بار A1 بار A0 بار اللي هي الايكويشن اللي انا بدي اياها. 6 انبوتس كلياتهم صفر، ونفس الشيء هيك بتوصل لكل واحد من هدول الانبوت. انت اصلا هيك بتتاكد انه حلك صح اذا طلعت المعادله تبعت D0 زي تبعت الستريت فورورد اللي هم ال 6 انبوتس كلياتهم صفر، معناته انت حلك والكونكشن تبعتك اللي سويتها صح. شو الايكويشن مثلا تبعت D1 شو لازم تكون مثلا؟ كلياتهم كومبلمنت الا A0 لازم تكون واحد. كيف هاي بجيبها؟ نفس هذا الانبوت هيو بشبكه من هون هيو زي هيك عشانهم كلياتهم هدول لازم يكونوا كومبلمنت، بس ما بصير اخذ هذا الانبوت لانه هذا الانبوت كلياتهم اي انبوت باخذ الانبوت الثاني اللي هو هون هذه الجيت، لانه هاي الجيت ايش راح يكون الايكويشن على الاوتبوت تبعها هون؟ راح يكون الايكويشن على الاوتبوت تبعها A2 بار A1 بار بس A0 بدون بار اللي هي الواحد، راح يكونوا كلياتهم 0 0 0 0 1 عشان يكون D1 وهكذا. اوكي في اي سؤال؟ في حدا يعني اي نوت اي كومنت؟ ان شاء الله يكون كل شيء واضح.
فهيك صراحة بنكون راجعنا المحاضرة الماضية وخلصنا كل إشي له علاقة بالديكودر إكسبانشن. نيجي للموضوع الثاني اللي هو برضو هاو، يعني في أكثر من طريقة أنه نبني لارجر ديكودر. الطريقة اللي إحنا الميثود الأولى اللي شرحنا لكم إياها لغاية الآن هي الديكودر إكسبانشن. أوكي سوري، قبل ما أكمل بس معلش بس أرجع على شغلة صغيرة هون بس عشان أكون حطيت كل إشي. شباب لو قارنت هذا الديزاين بالديزاين تبع الترديشنال أو الستريت فورورد أبروتش، هنا كم من ليفل أوف جيتس عندنا إذا عملنا إجنور للإنفرت، أو خلي لو حسبت الإنفرتر، عندنا الإنفرتر هاي أول ليفل، بعدين هدول الأند جيتس اللي هون هي تاني ليفل، بعدين الأند جيتس اللي هون هي الثالث ليفل، وبعدين هي هون الأند جيت، أربع ليفلز. يعني إذا تحسب الديلي هي أربع ليفلز، هدول إن باراليل، بعدين هدول، بعدين هدول، بعدين هدول. أما الستريت فورورد أبروتش قديش كانت؟ بس كانت تو ليفلز، إنفرترز وبعديها 7 input and gates. فدائما الترديشنال او الستريت فورورد ابروتش تعطيك عدد ليفلز اقل. هلا مين الديلي تبعته صراحه اقل؟ على الاغلب التو ليفل راح تكون اقل، بس شو مشكله التو ليفل؟ انه الجيتس تبعتها كبيره زي 7 inputs. تخيل لو انك بدك تعمل 8 to 256 ديكودر، بيصير السايز تبع الجيتس 8 input او 9 input كل ما تكبر الديكودر، وهذا الشيء مش براكتيكال. هذا ميزته انه بحافظ على الاند جيتس بس 2 inputs، يعني بتكون صغيره، بس صراحه بتضطر تزيد عدد الليفلز، وهذا ممكن يخلي الديلي تبعتك يعني اعلى شوي. تمام، بس حبيت اوضح هاي النقطه. طيب نيجي نرجع لهون. احنا قلنا انه كلارجر ديكودر احنا شرحنا الطريقه الاولى اللي هي ديكودر اكسبانشن، كيف اعمل ديكودر اكسبانشن. الطريقه الثانيه في ميثود 2 انك صراحه اذا انت عندك سمول ديكودرز وهدول الديكودرز كان لهم انبوت جديد اسمه الانيبل انبوت، بامكانك تستخدم هدول السمول ديكودرز اللي مع الانيبل عشان تبني لارجر ديكودر. هلا فقبل ما احكي كيف تو بيلد لارجر ديكودرز، اول شيء بدي اشوف كيف يعني بقدر اضيف، شو يعني اضيف للديكودر ان انيبل انبوت. شو اللي بصير؟ تو اد ان انيبل انبوت للديكودر تبعك، وي اتاش بنحط على الاوتبوت تبعونا ام انيبلينج سيركت تو ذا اوتبوتس. كيف هذا الشيء بنسويه؟ شوف هنا ال1 تو 2، شوف ال1 تو 2 لاين ديكودر، كيف ال1 تو 2 اللي كانت رسمته زي هيك A وانفرتر، شو عملنا هون بال1 تو 2 لاين ديكودر؟ حطينا على كل اوتبوت، انا كان عندي تو اوتبوتس اللي هم دي 0 ودي 1، عند كل اوتبوت حطينا انيبلينج سيركت. اذا رجعت لبدايه هذا اللي تشابتر لما حكينا عن شيء اسمه الرودمنتري فانكشن، واحد من الرودمنتري فانكشن حكينا ايش اسمه الانيبلينج، والانيبلينج ممكن تعمله يوزنج اند اذا بدك الاوتبوت يطلع زيرو، او اور اذا بدك الاوتبوت يطلع واحد في حاله الديسيبل وهكذا. هلا هون احنا بدنا الاوتبوت يكون زيرو اذا السيركت مش انيبل، فاستخدمنا الاند جيت. على كل اوتبوت حطينا اند جيت زي ما انتم شايفين ومشبوك معاه الانيبل. ايش بصير لما الانيبل يكون صفر؟ طلع حسب التروث تيبل ايش راح يصير عندي وين انيبل ايكوال زيرو؟ A اللي بهون بتصير don't care، بغض النظر قديش قيمة A، بما انه الانيبل is zero عشان الانيبل مشبوك على two and gate راح يصيروا both outputs zero zero. يعني هلا تغيرت الفانكشناليتي تبعت الديكودر، صار في احتمال انه كل الاوتبوتس يكونوا zero. قبل بدون الانيبل دائما للديكودر لازم يكون عندك واحد من الاوتبوت قيمته واحد، زي هون يا اما دي 0 يكون واحد، يا اما دي 0 يكون واحد، يا اما دي 1 هو اللي يكون واحد. لما ضفنا الانيبل صار في احتمال انه التو اوتبوت ايش يكونوا 0 0، هذا امتى؟ طبعا اذا الانيبل تبعي كان صفر. فاذا الانيبل كان صفر بوث ويل بي 0 واي راح تصير dont care. اما اذا الانيبل كان واحد، اما اذا الانيبل كان 1 شغال يعني عادي بيشتغل الديكودر عادي. لما اي صفر يكون، لما اي يكون صفر دي 0 هو اللي بيكون شغال، ولما A 0 يكون 1 زي هون دي 1 هو اللي بيكون شغال. وكبلوك دياجرام هي رسمة الديكودر with enable. احنا كنا نرسم زمان A وهي 2 inputs اللي هم دي 0 دي 1، هلا ضفنا كمان input اللي هو الانيبل. تمام، ضفنا هذا كمان input، عادة بحطوه فوق او تحت هون الانيبل للديكودر. اوكي
رح ناخذ كمان اكزامبل على ديكودر وذ انيبل، بس في سؤال هون على ال1 تو 2 ديكودر وذ انيبل، وضحت الفكره. هلا ال1 تو 2 ديكودر وذ انيبل هو نفسه الديزاين لشيء راح قدام نحكي عنه اللي هو دي ملتيبلكسر، بس هذا خليه لقدام شوي، يعني هو نفسه راح يطلع دي ملتيبلكسر بس راح نحكي لقدام. هلا راح انا اجي احكي لك عن السلايد اللي بعديه اللي هو ال2 تو 4 لاين ديكودر، بس على البورد عشان مع بعض احنا يعني توصل لنا الفكره بشكل افضل. طيب بدي اعمل بدي اسوي ديزاين ل 2 to 4 decoder with enable. اوكي بدي اعمل 2 to 4 decoder للاختصار with enable e يعني او with enable، هاي enable. اوكي بدي اصمم. هلا احنا 2 to 4 decoder العادي اللي بنعرفه هيك هيك الديزاين تبعه، 2 inputs A0 A1 D0 لغاية D3 صح، وكديزاين كان هيك يكون هيك الديزاين تبعه. هذول AND gates طبعا، وكنت اخذ مثلا دي 0 بار مع سوري اي 0 بار مع اي 1 بار عشان دي 0، وبعدين مثلا اي اي 0 مع اي 1 بار هون، وبعدين اي 1 مره مع اي 0 بار ومره مع اي 0. اوكي يعني بيطلع عندي هون الاربعه من تال. هلا لما بدي اضيف الانيبل، سواء حطينا الانبوت هون هي حطيت الانيبل، لما بدي اضيف الانيبل ايش راح اجي على كل واحد من الاوتبوت، هي الاوتبوت تبعوني راح اضيف كمان اند جيت. هلا راح تصير هاي هذا الاوتبوت راح يصير اسمه دي 0، مش هذا اللي هون راح يصير دي 0، هذا الاوتبوت راح يصير دي 0، هذا دي 1 دي 2 اند دي 3 and D3 هون. اوكي وكل واحده منهم بتاخذ من الجيت تبعتها، وكلياتهم مشبوكين على انبوت اللي هو الانيبل، هذا اللي هو الانبوت اللي هو الانيبل. اوكي هيك هذا صار عباره عن يعني نفس الديزاين القديم اللي هو هذا نفس الديزاين القديم 2 to 4 decoder العادي، نفس الديزاين تبعي، بس شو اللي عدلت عليه؟ على كل واحد من الاوتبوت اللي قدام ضفت 2 input and gate وشبكت عليها الانيبل وصارت هاي دي 0. فهلا لو اجيت بدي اعمل لهذا الديكودر التروث تيبل، كيف راح تصير التروث تيبل لل 2 to 4 ديكودر اللي مع الانيبل؟ طلع التروث تيبل ايش راح تكون. هاي الانيبل، هاي input، هاي دي 1 وهي دي 0، لا اي 1 اي 0 انيبل A1 A0 والاوتبوتس D0 D1 D2 and D3. ايش بيصير لما الانيبل يكون صفر؟ لما الانيبل يكون صفر A1 و A0 الاثنين بيكونوا don't care، يعني انا مش مهتم فيهم، لانه اذا الانيبل صفر اي شيء اند مع الصفر ايش راح يطلع هون؟ راح يطلع كلياته زيرو، فهون الاوتبوتس كلياتهم راح يكونوا صفر، يعني زي كانه الديكودر مش شغال، ديسيبلد، معطل الديكودر. اما لما يكون الانيبل قيمته واحد ففي وقتها عندي اربع احتمالات، ايش هم الاربع احتمالات؟ يا الاي 0 0 يا 0 1 يا 1 0 او 1 1. اذا الادرس او الانبوت اللي هو الاي 0 0 معناته لازم دي 0 لانه رقمه صفر نفس قيمه الانبوت هو اللي لازم يشتغل والباقيين يكونوا 0. اذا كان 0 1 دي 1 هو اللي بيشتغل والباقي بيكونوا 0، اذا كان 1 0 اللي هي 2 D2 هو اللي بيشتغل والباقي بيكون 0، ولما يكون 1 1 اللي هي D3 D3 هو اللي بيشتغل والباقي بيكون 0. هلا احنا هذا الديكودر القديم تبعنا، هلا بس ضفنا عليه لاين جديد اللي هو لما الانيبل يكون صفر وهدول بيكونوا دونت كير،
هذا بيكون all zeros. هل أنا هون مغطي كل الاحتمالات؟ يعني هدول عدد الانبوتس هون قديش عدد الانبوتس؟ 3. هل هدول مش عدد الاحتمالات لثلاثة inputs هو 2 to the power 3 اللي هو 8؟ طب أنا هنا كاتب 1, 2, 3, 4, 5. وين الثلاثة اللي زيادة؟ بس أنا حاطط هنا عند A1 و A0 don't care don't care، يعني هدول ممكن يكونوا أي إشي 0 0 أو 0 1 أو 1 0 أو 1 1. يعني هذا السطر اللي هون واقعيا هو بيمثل how many lines how many rows في truth table، هذا مفروض يمثل 4 lines. فأربعة زائد أربعة هون تحت المجموع بيطلع 8، يعني أنا مغطي كل الكيسز. أوكي، في أي سؤال على في أي سؤال هون على الديكودر with enable؟ واضحة الفكرة how to design a decoder with enable؟ وشو الفكرة من الenable؟ أنك أنت ممكن تخلي كل الoutput صفر، يعني ولا واحد منهم يكون active شغال. هذا كثير له تطبيقات الديكودر with enable وكثير له استخدامات، بس واحدة منهم احنا رح نحكي عنها هلا، انه اذا كان عندك small decoders with enable تقدر تبني large decoders من small decoders with enable زي ما رح نشوف كمان شوي. في تمام هيك؟ اوكي تمام. هي ديزاين لل 2 to 4 اللي حكيناه قبل شوي، هي السيركت اللي صممناها مع التروث تيبل مع البلوك دياجرام لل 2 to 4 decoder with enable. طب نيجي على اول اكزامبل هون، انه مثلا هون بدي ابني لارج ديكودرز فروم سمول ديكودرز. اوكي، بيلدينج لارج ديكودرز فروم يوزينج سمول ديكودرز. الاكزامبل الاول is to build 2 to 4. لاحظ السؤال هون حسب عنوان السلايد، بدي ابني 2 to 4 decoder using 1 to 2 decoders and inverters. طبعا هون صراحة في يعني العنوان مش كامل، لازم يكون using 1 to 2 decoders. هدول ال 1 to 2 decoders إلهم enable، يعني using 1 to 2 decoders with enable and inverters. يعني انت بس مسموح لك تستخدم 1 to 2 و decoders with enable ومعهم inverter عشان تبني ال 2 to 4 decoder العادي، هذا المطلوب مني. تمام، فخلينا برضو مرة تانية على البورد. دائما بلش انا او يعني انا بحب هذا الابروتش، انا ارسم البلوك دياجرام للإشي المطلوب. يعني انا الإشي المطلوب مني اصممه هو عباره عن الاتي، مطلوب مني اصمم 2 to 4 decoder with enable زي هيك، سوري 2 to 4 decoder بدون enable عادي، 2 to 4 decoder عادي A0 A1 هي D0 ل D3. ومطلوب اني لما اصمم هذا 2 to 4 decoder اني استخدم ال 1 to 2 line decoders اللي هم هيك البلوك دياجرام تبعهم، هاي ال 1 to 2 with enable اللي هم enable input. هلا يعني هاد الديكودر هيك بيكون عاده، هلا شوف وين بدي احط الاسماء، هاي A، خليني اكبر الرسم شوي عشان تكون واضحه بالنسبه لكم. هاي ال 1 to 2 هي input A، هاي ال input ال enable، وهي 2 outputs اللي هم من جوا اسمهم D0 D1، هذا 1 to 2 decoder with enable. هل بكفيني واحد من هاد عشان اعمل الimplementation تبع ال 2 to 4؟ جوابك لازم يكون لا، لانه ال 2 to 4 decoder له 4 outputs وانت هون بس عندك 2 outputs، يعني بدك على الاقل minimum بدك على الاقل 2، يعني بدك كمان واحد زي هاد عشان يصير برضو عدد الاوتبوت تبعونك زي هي 1 2 3 4 زي اللي انت بدك اياهم. طبعا هي هون this is enable وهي هون الانبوت اسمه ايه، هدول الاثنين هم نفس البلوك، الاثنين هدول 1 to 2 decoder with enable. هلا صار عدد الاوتبوتس نفس الاعداد اللي هون. هلا انت شو اللي بدك تضمنه؟ انا عندي هون 4 اوتبوت، لازم كل واحد من هدول الاوتبوت يمثل واحد من الاوتبوت اللي هون. كيف هذا الاشي بضمنه؟ لازم المعادلة اللي بتطلع على هذا الاوتبوت مثلا تطلع على هذا الاوتبوت، والتاني معادلته تكون نفسها وهكذا. اذا طلعوا لهم نفس المعادلات معناته هم نفس الاوتبوت. فمثلا هنا دي زيرو شو المعادلة تبعته؟ مفروض انت هلأ تقول لي انه دي زيرو هو من ترم زيرو، فمعادلته هي A1 بار و A0 بار، هيك معادلته. مثلا D1 شو معادلته؟ ال D1 اللي هو بعد D0، D1 معادلته A1 بار A0. أما D2 و D3 هدول الاثنين معادلاتهم
واحد D2 هو عبارة عن A1 A0 بار هذا D2 وD3 هو A1 A0. إذا ضمنت أنه يطلع عندك هنا نفس المعادلات بيكون أنت طلعت نفس الأوتبوت وبنيت هاي السيركت. كيف هذا الإشي بقدر أسويه؟ هلأ أنا بعرف أنه حسب هذا الديزاين شو معادلة الD0؟ معادلتها حسب هدول اسماء هدول الانبوتس. هاي الD0 معادلتها زي هيك A bar ANDED WITH ENABLE، وهاي معادلتها هي A ANDED WITH ENABLE. من وين جبت هذا الحكي؟ من وين هذا جبته؟ ارجع للرسمة الـ 1 to 2 decoder with enable اللي كانت قبل شوي موجودة على السلايد. هيا هون الـ 1 to 2 decoder with enable، هاي لما رسمت الـ 1 to 2 decoder with enable. D0 في الـ 1 to 2 decoder with enable شو كانت الإكواشن تبعتها؟ D0 هي أصلاً D0 بدون enable الإكواشن تبعتها A bar، لما ضفت AND with enable صارت A bar ANDED with enable. والD1 شو الإكواشن تبعتها؟ A ANDED with enable. هذا الإشي اللي أنا كتبته هون، هذا الإشي اللي أنا كتبته هون على البورد. طيب بناء على هذا الحكي، بناء على هذا الحكي إيش لازم أنا، إيش لازم أشبك على A، إيش لازم أسمي A، وإيش لازم أسمي enable عشان هدول الD0 والD1 تطلع الإكواشن تبعتهم زي هدول. إيش رأيكم أنهم A1 bar و A0 bar A0، إيش لازم تشبك؟ مين اللي عم بتغير عندك هون؟ مرة بيكون بار مرة بيكون عادي A0، ومين هون اللي عم بتغير؟ مرة بيكون بار مرة بيكون عادي true اللي هو A. فعند A بسمي الانبوت تبع A0، وإيش بسمي الانابل؟ الانابل اللي هي ثابتة دائما ما بتتغير، هي لازم تكون A1 bar. فبجيب A1 وبحطها هون على inverter وبشبكها على الانابل. This is A1. فهلأ عوض بدل enable، عوض بدل كلمة enable A1 bar لأنها صارت مشبوكة على A1، وعوض بدل A حط بدل A A0، بتصير الإكواشنز نفس الإكواشنز هدول، وبصير هذا الD0 هو نفس الD0 اللي هون، والD1 اللي هون بصير هو نفس هذا الD1 اللي هون. فبقدر أنا زي هيك أعمل، بقدر أسوي زي هيك أنه هذا أسميه this is D0 و this is D1، بس D0 و D1 اللي هون مش هدول، هدول قصدي عنهم أنه ما هدول اللي هون. اوكي طيب كيف D0 و D1 اللي هون بدي اياهم يصيروا هدول الايكويشن تبعون D2 و D3؟ يعني بدي اطلع هون، طبعا هاي الايكويشن تبعتها هي برضو نفس الاشي A bar enable، وهذا this is A enable نفس الايكويشن اللي كانوا حاطينهم فوق، بس انا هاي بدي اياها تصير عبارة عن A1 A0 bar اللي هي 2، وهاي بدي اياها تكون برضو عبارة عن A1 A0. إيش بعمل؟ برضو بشبك الA اللي هي مرة بتكون complement ومرة بتكون عادي، بشبكها برضو هاي على A0، والإنابل بخليها إيش دائما، والإنابل بخليها this is A1 direct على طول زي هيك. إذا بسوي هيك بيطلع عندي الإكواشن اللي أنا بدي إياهم، وبيكون D0 تبع هذا الديكودر هو نفسه D2 هون، وD1 اللي هون هو نفسه D3 للديكودر الجديد. وانت هيك بتكون صممت this is هذا الديزاين اللي هون is a 2 to 4 decoder. كيف صممنا؟ استخدمنا 1 to 2 decoder with enable، استخدمنا 2 منهم، واستخدمنا معاهم 1 inverter. اوكي تمام، واضح الفكرة؟ في حدا يعني هلا بصراحة هي نفس هذا الاشي كان بإمكانك أنت يعني يبين معك من يعني إحنا بنسويه عادة بنسويه من خلال التروث تيبل، مرات ببين معانا، بس أنا برضو بحب أورجيك التو أبروتشز. يعني لو أنت عملت زي بالسلايد، لو ورجيتك التروث تيبل تبعت التو تو فور ديكودر اللي هو المطلوب عندي هون، طلع هون بالسوليوشن هاي، لو هذا اللي موجود هون هذا التروث تيبل تبع ال2 تو 4 ديكودر. هي طلع مثلا لما كانوا الانبوتس 0 0 هيو A1 و A0، مين الاوتبوت اللي كان شغال؟ D0 هيو 1 والباقيين كلياتهم 0. لما كان 0 1 هيو D1، ولما كان 1 0 D2، ولما كان 1 1 هيو D3. هلا شو عمل هو؟ حكى بما انه المطلوب هو 1 تو 2 اني بدي استخدم 1 تو 2 ديكودرز، معناته انا لازم كل تنين من الاوتبوتس اجمعهم مع بعض. عادة بنجمع الاوتبوتس ورا بعض، يعني D0 و D1 مع بعض اسهل اشي،
ودي 2 مع دي 3 مع بعض، شايف حط حواليهم هذا المربع، فهذا راح يكون راح يعمله باستخدام 1 to 2 decoder، وهذا راح يسويه باستخدام 1 to 2 decoder. هلا لما اجى اتفرج على دي 0 ودي 1، اتفرج على القيم تبعتهم، شاف انه هون هي هذا بيكون مره، هذا بيكون لحالهم، بديش اتفرج هلا على دي 2 دي 3، هون هذا بيكون 1 وهذا بيكون 0، وبالسطر الثاني هذا بيكون 0 وهذا بيكون 1. مين هو الانبوت اللي هون لما تغير، مين الانبوت اللي عم بتغير وبسبب التغيير في دي 0 ودي 1؟ انبوت اي 0. اما اي 1 شو كان شماله هون؟ ثابت على صفر. ولما اي 1 كان 1، طلع لما اي 1 كان 1 مع انه اي 0 كانت بتتغير، بس شو صار بالاوتبوت تبعي؟ ضله دائما صفر، يعني زي كانه ديسيبل، معناته اي 1 هي الانيبل تبعي واي 0 هي الانبوت العادي. فاجى اخذ الهيو الديزاين الاول شبك على اي الانبوت اي 0 والإنيبل شبك عليه A1 بار. كيف عرف أنه A1 بار؟ لأنه مبين معاه أنه لما تكون A1 صفر بيكون بيشتغل الديكودر عادي، ولما تكون الـ A1 واحد الديكودر بطفي، بضله صفر دائما يعطيني. فمعناته إمتى الديكودر شغال؟ لما A1 يكون صفر، فلازم A1 تكون complemented الإنيبل تبعها. أما الثاني فبالعكس، لاحظ الثاني إمتى كان صفر؟ الثاني الديكودر الثاني كان صفر لما كانت A1 إيش مالها؟ لما كانت A1 صفر، ولما كانت A1 واحد كان يشتغل عادي، مرة D2 اللي يكون شغال ومرة D3 اللي يكون شغال، فبالتالي شبك الإنيبل على A1 على طول مش على A1 بار. يعني دائما واحد من هدول الديكودرز راح يكون شغال والثاني راح يكون مش شغال، لأنه واحد منهم لما تكون الإنيبل صفر زيرو هذا بيشتغل، اللي فوق بيشتغل وهذا بيكون معطيني صفر صفر هون مش شغال، أما لما يكون الإنيبل واحد اللي تحت بيشتغل واللي فوق بيعطيني زيرو زيرو ما بيشتغل. أوكي. وضحت الفكرة؟ في أي سؤال هون؟ يعني بصراحة تقدر تسويها من خلال truth table، تقدر تسويها زي ما أنا ورجيتك بالtwo approaches، مهم بالنهاية دائما يطلع عندك نفس المعادلات. تمام، نروح على الاكزامبل اللي بعديه. العنوان ايش بحكي؟ build 3 to 8 decoder using 2 to 4 decoder، again لازم يكون هنا with enables and inverter، يعني عندي 2 to 4 decoder with enables and inverter وبدي ابني منهم 3 to 8. خلينا نسوي ال two approaches. الابروتش اللي تبعت ال approaches، الابروتش اللي مشروحة على السلايد، الابروتش اللي مشروحة على السلايد اللي هو لو اجينا احنا عملنا التروث، او المطلوب مني اصممه هو 3 to 8 decoder. This is 3 to 8 decoder. 3 inputs A0, A1 and A2 وطبعا 8 outputs from D0 ل D7. لو اجينا بدنا نعمل التروث تيبل لهذا الديكودر، من D0 ل D7 لما يكونوا كلاتهم صفار، D0 هو اللي بيكون شغال وهكذا، 001 D1 هو اللي بيكون شغال، تعرفوا تعبوا التروث تيبل للديكودر، D2 كل مرة بيشتغل واحد، D3 حسب رقم الانبوت. تمام. طيب هلا احنا ايش اللي موجود عندنا، ايش الكومبوننتس اللي موجوده عندنا؟ هو مش معطيني 2 تو 4 ديكودرز. كيف ال 2 تو 4 ديكودرز؟ هي 2 تو 4 ديكودر، هي واحد طبعا with enable
له أربعة input هاي هون، وهي كمان واحد أنا راح أسومهم هون هيك بالعرض عشان فيش عندي وسع. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهي two input وهي enable. كل واحد كأسماء كأسماء input هو مفروض A0 A1 هيك أسماء، والoutput من جوا D0 D1 D2 D3 هذا internally من جوا طبعا، والenable اوكي. ونفس الاشي هون، هي A0 A1 هي الانيبل هون، وهي هون D0 D1 D2 and D3، هدول هم 2 to 4 decoder with enable. هلا مين من هدول الاربعة بدي اخذهم مع بعض؟ قلنا اسهل اشي دائما ناخذ اللي ورا بعض، يعني راح اخذ من D0 ل D3 هدول هيك مع بعض هيك اوكي، وراح اخذ الباقيين مع بعض together. طيب لو اجيت على هدول الاربعه اللي هم دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 وتفرجت على الانبوت، مين هم الانبوت اللي بيخلوا هدول الاربعه كل مره يكون واحد منهم يشتغل؟ تفرج هون على هاي الحالات، هي اول اربع حالات اللي هي هون، الانبوت A2 كان دائما ثابت ما بتغير، يعني زي كانه ملوش تاثير. مين اللي عم بتغير؟ لما كان 0 0 ايش ضوى عندي؟ دي 0. لما كان 0 1 D1 اللي اشتغل، لما كان 1-0 اشتغل D2، ولما كان 1-1 اشتغل D3. فبالتالي A0 وA1 هدول التو inputs هم اللي عم بيغيروا على الoutputs. طب شو وظيفة A2؟ وظيف A2 وظيفته بس enable. كيف عرفت؟ لما A2 كان صفر كان الديكودر عادي عم بيشتغل، بس طلع بهذا النص لما A2 كان واحد شو صار دائما بالديكودر؟ الديكودر دائما صار صفر، يعني زي كأنه مش enable، زي كأنه disable. فعشان هيك اول واحد على ايش راح اشبكه؟ راح احط انفرتر على الانيبل تبعه، واشبكه على اي سيجنال؟ نشبكه على A، هاي طبعا خلص الالم اللي عندي هذا، A2 طبعا زي هيك A2. اما الانبوتس هدول فهم نفسهم A0 A1 اللي هون، فهي راح ال A0 بتضلها A0 وال A1 بضل اسمها A1، والاوتبوت برضه بضل اسمهم D0 D1 D2 and D3 لهذا اللي هون. تمام؟ هلا اللي جنبه هذا الثاني اللي هم للاوتبوتس اللي من D4 ل D5، برضه هذول اسمهم بالنص. طلع لما كانت A2 صفر كانوا هذول كلياتهم disabled، دائما عكس بعض ما بيصير يشتغلوا مع بعض at the same time، ولما كان واحد كان يكون شغال. فبالتالي الانيبل هو A2 بدون complement، وطلع هدول لما كانوا صفر صفر مين اللي اشتغل؟ D4. فزي أكنه D0 اللي هون اللي هي تبعت الصفر صفر هلأ راح أسميها D4. مين اللي اشتغل عند 0 1 اللي هي ال1؟ D5. فبدل D1 بسمي D5، بالترتيب هم راح يكونوا دائما يعني، وبدل D2 راح يجي D6 لأنه هي عند التنين اللي اشتغل هو D6، وعند الثلاثة اللي اشتغل هو D7، فهي بحط هنا D7. وهدول طبعا ايش راح يكونوا الانبوت؟ نفسهم A0 A1، هدول التنين A0 A1، وهي هذا الديزاين. هاي الطريقة اللي برضو بتقدر انت تسويها، او يعني هذا الاشي مفروض يكون خلص انت تصير يعني صراحة يعني سريع فيه. هلأ بورجيك انا الشغل التاني. في اي سؤال على هاي الابروتش، على طريقة التروث تابل؟ اي سؤال شباب؟ فاهمين كل اشي؟ اي واحد طيب يحكي اه فاهمين كله تمام، كل شيء واضح؟ طيب ماشي، شكرا شكرا وجيهة، كل وجيهة حكت كل شيء واضح، وبتمنى الباقيين برضو حسام ليان نبيل سلسبيل يكون كل اشي واضح بالنسبة لكم ان شاء الله. اخ يا الله. طيب اوكي ايش طال؟ اوكي بدي اورجيكم الطريقه الثانيه لنفس هاي البروبلم. في كمان حدا عنده شات سؤال؟ اوكي تمام زين. اوكي الطريقه الثانيه صراحه هي نفس الابروتش، بس هي الفكره انك انت ما تضطر كل مره تعمل التروث تيبل صراحه، يعني دونت هاف، واللي هي انا سويتها اللي هي بتعتمد اكثر صراحه على الايكويشن، على المعادلات. انت هون بتعرف شو الايكويشن مثلا ان دي 0 لازم تكون عباره عن A2 بار A1 بار وA0 بار. خذ اول اربع ايكويشن D1 D2 D3، خذ هذول اول اربع ايكويشن، ايش هم لهذول الديكودر لازم يكونوا؟ المين تيرم صح، هي A2 بار A1 بار A0.
وهون الإكويشن لدي 2 هي A2 بار A1 A0 بار، وآخر واحدة هي A2 بار A1 A0، هدول من D0 لغاية D3 صح؟ هلا أنا مطلوب مني أستخدم 2 to 4 decoder with enable، فهي لو أنت رسمت 2 to 4 decoder with enable أوكي، هذا اللي مطلوب مني أستخدمه with enable، بحتاج قلنا على الأقل 2 عشان يطلع عندي عدد الـ outputs زي اللي هون. هلا أنا بهمني أنه هدول الأربعة اللي هون بدي أستخدمهم لـ D0 لـ D3، فبدي نفس المعادلات زي ما قلنا قبل شوي. طب انا بس انا بعرف انه هذا ايش معادلته، هذا معادلته دائما انيبل، هذا اغير الترتيب عشان انيبل اند ايش انيبل اند حسب اسماء اللي جوا هون انيبل اند A1 بار A0 بار مثلا، هذا الانيبل تبع هذا المعادله تبعته الثاني دي 1 هو انيبل لازم انيبل تكون اكتف اند A1 بار A0، هذا الثاني انيبل اند A1 A0 بار، والاخير معادله تبعته انيبل A1 A0. برضو هدول المعادلات أنا كيف جبتهم؟ نفس المعادلات القديمة تبعت 2 to 4 decoder بس عملت لهم AND with enable، لأنه لازم enable يكون active، لأنه إذا enable مش active بيصيروا كلياتهم صفر تمام. فأنا إذا هاي المعادلات شو الفرق بينها وبين المعادلات اللي فوق؟ أنه بدل كلمة enable A2 bar، فبس بدل enable بشبك هون A2 bar، هي بحط inverter زي قبل شوي وهي A2. أما الـ A0 والـ A1 هم نفسهم ما تغير عليهم ولا إشي لأنه ميومونة موجودين صح؟ والـ Output الـ D استبعوني الـ Output الـ D هم راح يضلهم نفس أسماء الـ Output اللي هون، هذا راح يصير D0 راح يضل اسمه D1، هذا راح يضل اسمه D2، هذا راح يضل اسمه D3. اللي تحت اللي هون نفس الإشي كمعادلات زي ما كتبت Enable و A2 سوري مش A2 A1 bar A0 بار، هيك هو معادلاته حسب الهاد. فإذا بتيجي بتحسب المعادلات بدل من D0 ل D3، إذا بحط معادلات من D4 ل D7، إذا بحط المعادلات من D4 D5 D6 و D7 شو المعادلات تبعتهم؟ A2 صح؟ A1 بار A0 بار اللي هي 1 0 0 اللي هي 4 من ترم 4، 5 اللي هي A2 A1 bar A0 اللي هي 1 0 1، و6 اللي هي A2 A1 A0 bar 1 1 0 اللي هي 6، و7 اللي هي A2 A1 A0 bar A0 زي هيك. فشو الاختلاف بين شو كيف هدول المعادلات، شو الفرق بين هدول المعادلات والمعادلات اللي فوق؟ راح تلاقي انه A1 و A0 هم نفسهم، بس بدل enable بدك A2، فبتشبك على ال enable A2 بتضلها ال A0 نفسها وال A1 نفسها. اما ال output بدل D0 بصير عندك D4 D5 D6 and D7. اختار الطريقة اللي انت بتشوف، انا بشوف هاي اسرع الطريقة، ومع الوقت اصلا بتصير تسويها بشكل سريع كتير بدون ما تحتاج تعمل truth table اوكي عن طريق المعادلات دايركت. هاي الرسمة للديزاين اللي احنا سويناه. واخر مثال هون هو 4 to 16 decoder using 4 to 16 decoder using only بس 2 to 4 decoders with enable، مش مسموح تستخدم مش مسموح انك تستخدم inverters، بس 2 to 4 decoders with enables اوكي. طيب عشان نعمله على البورد مع بعض، طيب
طيب أنا راح أسويه بالطريقة الأسرع اللي هي مطلوب منا نصمم 4 to 16 decoder اللي هو له 4 inputs من A0 ل A3 و 16 outputs from D0 ل D15. This is a 4 to 16 line decoder. بس هو بس سامح لي أستخدم 2 to 4 line decoders with enable. طبعا كل واحد له enable. هيو enable. قديش رح نحتاج على الأقل؟ قديش رح نحتاج على الأقل؟ لازم تعرف أنه رح تحتاج 4. كيف عرفت 4؟ كل واحد له 4 outputs. مجموع الoutputs هيك لما تحط 4 من هدول هي كل واحد له 2 inputs. هلا رح أسمي واحد منهم والباقيين كلياتهم لهم نفس الأسماء من جوا، يعني internally أنه كلياتهم هيك أسماءهم A0 A1 وenable هون، وبعدين this is D0 D1 D2 and D3. أوكي كلياتهم أسماءهم من جوا نفس الأسماء. هلا في شغله. هلا شو هاي المعادله تبعت دي 0؟ معادلتها حسب ال 4 to 4 to 16 decoder هي A3 bar A2 bar A1 bar A0 bar، صح؟ كلياتهم bar لازم يكون. كيف هذا الاشي بدي احصله هون؟ لانه انا هدول الاربعه، هدول الأربعة الأغلب راح يكونوا هم من D0 ل D3، وهدول الأربعة راح يكونوا، يعني هدول راح أسميهم هلا D0 ل D3 برا، هدول اللي هو راح يكونوا من D4 ل D7، هدول الأربعة راح يكونوا من D8 ل D11، وآخر هدول راح يكونوا من D12 ل D15. أوكي؟ عدهم 12 13 14 15 8 9 10 11 وهكذا، أوكي؟ هلا إذا بتيجي بتاخذ من D0 ل D3 اللي هم هدول وبتكتب معادلاتهم، راح تلاقي انه من D0 ل D3 دائما A3 و A2 دائما ايش مالهم؟ كومبلمنت، ما بتغيروا لعند D3. بس مين اللي بيكون عم بتغير؟ A1 و A0 مثلا. عند D3 A1 و A0 بيكونوا بدون كومبلمنت. اللي بتغيروا هدول هم بيكونوا هذا الانبوت هاد، ف A0 بتكون هي نفسها A0 و A1 بتكون نفسها هي A1. طب من وين بدي اجيب على هلا شو هاي معادلتها D0 اللي هون في هذا الديزاين؟ في حدا يعني تذكروا شو المعادله؟ اذا في حدا بحب يحكي لي اياها على الميكروفون بيكون احسن هيك عشان اطمن انه يعني هيك. ايش معادله D0 هلا هون حسب هذا اللوجيك؟ شو هو معادلته D0 اللي هون مش اللي فوق؟ في حدا بحب يحكي؟ ما حدا بحب يحكي؟ طب حدا بحب يكتب؟ ايش معادلة D0؟ لازم تحكي لي معادلة D0 هي الـ enable and A1 bar and A0 bar، صح؟ يعني هيك لازم A1 bar و A0 bar عشانها D0 مع الـ enable. طب انا بدي مع الـ A1 bar والـ A0 bar، ما بدي enable، بدي A3 bar و A2 bar. كيف هذا الاشي بجيبه؟ طلع هلا هو مش سامح لك كنت تستخدم انفرتر ولا اند جيت ولا اشي، بس اذا انت هو سامح لك بس تستخدم 2 to 4 decoder. فاذا انت جبت كمان 2 to 4 decoder with enable كمان واحد، وعند الـ A0 A1 تبعونه شبكت A2، حطيت A2 كانبوت و A3 and A3، شو بتصير المعادلة؟ وشبكت الإنابل تبعه على واحد، يعني هيك 1 دائما ثابت واحد، شو بتصير معادلة الـ D0 اللي هون؟ هذا الـ D0 معادلته أنا بعرف أنه هو إنابل and A1 bar and A0 bar حسب الأسماء اللي جوا. هلا عوض بدل كل سيجنال من الأسماء بقيمتها اللي بر الخارجية، الإنابل هي واحد و A1 اللي هي A3 فبتصير هي A3 bar هون، و A0 اللي هي A2 فبتصير اللي هي A2 bar. فهذا بيصير عبارة عن 1 and A2 and، فباجي باخد هذا وبشبكه على الانيبل اللي هون، تمام؟ لما شبكته على الانيبل اللي هون شو بتصير الإكويشن تبع D0؟ بتصير الإكويشن تبع D0 هي نفس هاي الإكويشن، لأنه الانيبل صارت معادلة الانيبل هاي هي A3 bar A2 bar.
فإلهم كلياتهم لكل هدول الاوتبوت راح ياخذوا كلياتهم A3 بار A2 بار زي ما انت بدك في المعادلة، وبعدين A0 A1 بيكونوا غير. تمام، بحسب هاي الابروتش في حدا بيقدر يوصل لي هذا الثاني ايش يسمي لي ايش اشبك عند ال A0 تبعته، ايش اشبك عند ال A1، وايش اشبك عند ال Enable. وهدول طبعا هيهم من D0 لغاية D3. في حدا بيقدر يحكي لي من اللي شابكين؟ ما تستحوا يا جماعة، افترضوا حالكم بالصف عادي محاضرة هيك، شغل الميكروفون واحكي عادي كويس نسمع صوتكم، واحد برتاح انه يسمع ناس ما يكونش هو بيحكي مع حاله all the time. طب عارفين او مش عارفين؟ ايش حسام بتحب تجاوب ولا مش عارف؟ طب بس احكي اه او لا. طيب ليان عارف الجواب؟ انا عم بحكي بالترتيب. شوف في على الشات حسام بعت اشي بس مش مبين شو هو هيك. ممكن تعيد السؤال؟ طيب بحكي عن هذا هاي هون حسام، عم بسأل عن هاي التوصيل الثاني هذا اللي هون اللي تحت، هذا اللي هو D4 لD7، عم بسأل شو لازم اوصل، شو لازم اكتب هون عند A0 وعند A1 والانيبل هاي على ايش تكون واصله حسب الديزاين. يا حدا طب يعني انتوا عارفين مش مستحيين ولا مش عارفين؟ دكتور انا اتوقع بعرف. تفضل. الاول ديكودر اللي هي D1 مش بكها على الانيبل تحت بالضبط، D1 على الانيبل عشان ايش؟ او نفس الانبوت بالضبط يعني A0 A1. ممتاز صح. هذا الاشي كيف يعني اتاكدتي منه انت وجيها؟ من المعادلات تبع D4 لD7، لانه صح D4 لD7 لإلهم هذول الاربعه راح تلاقي انه معادلاتهم دائما بتبلش ب A3 بار A2 كلياتهم A3 بار A2. هاي A3 بار A2 من وين بجيبها؟ بجيبها من D1 اللي هون. هذه معادلة D1 هي A3 A2 A3 بار A2، فهي بوصلها و A0 A1 بيكونوا متغيرين، هاي بتكون مثلا A1 بار A0 بار وآخر واحدة هي A1 A0. أوكي، فلازم تجربوهم. طبعا آخر إشي بناء على هذا الحكي راح يصير الديزاين مثل هيك، هذه راح تكون هي الإنابل لهون، وهاي راح تكون هي الإنابل لهون، وكلياتهم A0 A1 A0 A1. أرجو أن يكون هذا الإشي واضح. ولازم ضروري تحكي لي في الحل أنك هذه ثابتة على واحد دائما، هذه دائما enabled اللي هي ال enable ها this is always one، هاي اللي هون this is always one. okay. طيب هلا بدي اسالك سؤال. لو المطلوب في السؤال انك تصمم 4 to 16 decoder with enable، يعني انا اصلا طالب منك تصمم with enable، في تعديل بسيط واحد بس بدك تسويه على الديزاين، في حدا بيقدر يحكي لي ايش هو؟ يعني انت هدول المعادلات كلياتهم لما تضيف with enable ايش لازم تضيف عليهم؟ كل المعادلات عند كل معادله ايش لازم تحكي؟ and مع الانيبل، and with enable، هاي بدها تكون هيك and with enable، يعني لازم الانيبل يكون اكتف. شو التعديل اللي بدك تسويه هون عشان يصير هذا الاشي؟ في اي حدا اذا بحب يجاوب يعني على المايكروفون، هو تعديل واحد فقط بس. عارفين ايش هو التعديل؟ كيف بضيف على كل المعادلات enable؟ لاحظ انت هون لما كانت الانيبل واحد، هاي المعادلات تبعونك اللي هي A3 A2 بار كان محل واحد اللي هون. طب اذا انا شلت الواحد وسميته انيبل، شيل الواحد اللي هون وهذا هو سميه برضه سميه انيبل، شو بتصير هذا سميه هيك انيبل، شو بتصير المعادلات اللي جاي هون؟ بدل ما تكون A3 A2 بار زي هون بس مع واحد، بتصير مع انيبل. لما تيجي الانيبل لهون راح يطلع عندك في المعادلات كل الانيبل راح تكون جزء من المعادله. فاذا انيبل، هلا هون السؤال، اذا انيبل اللي هون لما بهذا الديزاين لما الانيبل يكون صفر، شو بيطلعوا كل الاوتبوتس اللي هون كل الدي؟ بيطلعوا كلياتهم صفر صح، بيشتغلش الديكودر. طب نفس الشيء هون لما هاي الانيبل تكون صفر
لما الانيبل هاي تكون صفر شو راح يصير في هدول الاربعه اوتبوتس؟ راح يكونوا كلياتهم زيرو. طب اذا هدول كلياتهم زيرو يعني كل الديكودرز الصغار اللي هون كلياتهم مش انيبل، فكلياتهم جاي عندهم صفر صفر. شوف شو بصير في الاوتبوتس كلياتهم اللي هون، بصيروا كلياتهم صفر ما بيشتغلوا. اما لما الانيبل يكون واحد خلص بترجع الايكويشن زي ما كانت قبل شوي، وبرجع الديكودر بيشتغل طبيعي. وحده منهم بس، وحده من هذول الاربعه راح تكون شغاله، وحده بس من الاوتبوتس راح تكون واحد، والباقيين راح يكونوا زيرو. هذا لما يكون الانيبل از 1. تمام، في اي سؤال على هاي النقطه؟ طيب شباب، يعني I will stop here and large decoders. هيك بنكون خلصنا كل ال large decoders with enables، لأنه هلا إذا بدأ بلش إشي بدأ بلش بموضوع جديد. فإحنا هون خلصنا هاي ال example اللي شرحناه آخر إشي. هون لاحظ أنا تاركه بدون connection، يا بتشبكوا على واحد إذا كان المطلوب هو 4 to 16 decoder عادي بدون enable، أما إذا كان المطلوب هو 4 to 16 decoder with enable هاي بتضلها variable اسمه enable بس. أوكي، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نحكي عن الكومبينيشنال، كيف نبني كومبينيشنال لوجيك من الامبليمنتيشن من الديكودر، وبرضه طبعا نبلش نحكي عن موضوع الانكودر إن شاء الله. يعني بلكي نخلص الانكودر برضه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، نتمنى هذا الشيء. طيب شباب، في حد عنده أي سؤال؟ الله يعطيكم العافية وشكرا لحضوركم، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء. الله يعافيك، شكرا حسام، الله يعافيكم جميعا، شكرا لكم.